هذا المنطق جديد علينا هون، جديد على الأمة أصلا هذا المنطق. والآن الإعلام إذا بتلاحظوا الإعلام الساقطين في الدول المختلفة، الدول المختلفة هذه اللي بدت إنها هي متحالفة من زمان، متحالفة مع عدو الأمة، وهذا اللي بفسر لنا ليش الأمة بتتراجع بتتراجع، كل الأمم بتتقدم ما عدا إحنا. ليش؟ هذول كاينين من أصل هيك بس مش مكشوفين، لكن لما أجا مفترق طريق ولا بد يقرروا انكشفوا، انكشفوا. والآن لذلك على فكرة الآن راح يكون إعلامهم بشكل عام مشان شو انغرس في ذهن الأمة يمسح، شو غرسة معارك غزة في ذهن الأمة الآن في الإعلام بدهم يمسحوه. كيف؟ راقبوا الآن مشان وعي زيادة، راقبوا الإعلام كيف هون وهون في هذه الدول الساقطة هاي اللي ثبت إنها متواطئة، وشوفوا كيف إعلامها بده يشتغل مشان يقول لك أبدا ما فيش بطولة، ما فيش كذا، ما فيش كذا، لأنه هذه فضيحة إلهم. إذا هذه البلد الصغيرة اللي محاصرة بتوقف أمام إسرائيل وإسرائيل بتصير الطالب وقف إطلاق النار، أنتوا شو كاينين تعملوا أنتوا؟ والمليارات اللي بتدفعوها ها في شراء الأسلحة، هذه المليارات لإيش؟ إذا هي فعلا من أجل الشعوب، هي فعلا من أجل قتل الشعوب، هذا مش نظري وشفناه عملي تقتل الشعوب. ولكن هذا الكلام قلته، هذه أصلا لما تنكشف الحقيقة للأمة، انسوا الأمة بشكل عام على فكرة الغالبية العظمى منها الكاسحة فاهمة، غالبية الأمة القادرة على التغيير فاهمة، بس انت بيستفزك صوت من هون ومن هون ومن هون بيحاول يخذل، هذا اشي طبيعي، وهذا أصلا بعطي وعي أكبر بخليك تنتبه. وبالتالي نتائج هذا الأمر راح يكون بإذن الله في اتجاه الصح كله. نتائج اللي حصل الآن في غزة هذه مسألة خارقة، وهذا هذا من خطة الله، يأتي بقوم يحبهم ويحبون، إذا الناس كلها تخلت هو بيأتي لأنه له خطة في القدر بدها توصل مداها، توصل مداها ومداها أنتم عارفينه. هذه بلاد مقدسة مطهرة لا يعمر فيها ظالم، لا يعمر فيها ظالم. وبالتالي إحنا الآن وأنت راح تسمعوا الآن في قضية نسب الهجرات اللي راح تكون في داخلهم الهجرة، ثم قضية التوبة هاي إنه يعودوا يضربوا الناس، وتنفيذ اتفاقيات. وأنا ضربت لكم مثال بالأسرة، يعني مش صدفة أنتوا عم بتشوفوا هم قاعدين بيطلعوا الأسرة. طب ما هي الأسرة تأجلت لبعد شهر البحث فيها، بس أنا شايفهم بيطلعوا من هون لشهر بيضلش حتى بيجوز. إذا شو في إشي فرض كمان، في إشي فرض، بس ما بصرش هو كمان يعني يظهرك بطل من كله. إذا كانوا لابد يعني تحمي انسحابنا شوية ومننفذ لك، ما هو هيك، ما هي سياسة هي.